اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع كيك رائع عائلي سهل بسيط في المتناول ولا اروع في المذاق، بمكونات ما تخطرش لك على البال. فاذا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناه وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناه. ولا كنتم من الاوفياء القناه سنجدد الترحاب بكم. اللي يرغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ترموميكس مرحبا به معنا في قناه وصفات الشيف لطيفة، تنتقسم معكم فيها عده وصفات بدون هذا الروبوت. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقه تحضير هذا الكيك العائلي. في الروبوت ترموميكس غادي نديرو غريبة اللي صوبناها باللوز وبالقرقاع والكاكاو، فبعد ما تدوز عليها واحد المدة تاع اسبوع حتى 10 ايام تتقصح لينا، سنعاودو نديروها في الكيك. هنا عندي 150 غرام، غادي نسد ونطحنها مزيان. نبرمج اولا التيربو من حيث قصحة، جوج مرات ومن بعد نبرمج 10 ثواني بسرعة 10. بعد ما نطحنو الغريبة جمعو الجناب ونديرو كلشي في الوسط. دابا غنزيد جوج تاع البيضات مية غرام سكر، تنحليوهاش بزاف من حيت راه غريبة حلوة، 80 غرام زيت، 150 غرام الحليب، قبيصة الملحة، 200 غرام طحين الابيض متعدد استعمالات. غادي نسد ونطحن 30 ثانيه سرعه 8. نزيدو معلقه صغيره تاع الكاكاو الجيد، 16 غرام تخمير الحلوه اي جوج باكيات من فئة 8 غرام، معلقة صغيرة الخل، غادي نسد ونطحن غير شوية 6 ثواني سرعة 6. وهذا هو قوام الكيك اللي درناه اليوم بغريبة اللوز والقرقاع اللي تتبقى لينا. ندهنو مول الكيك القطر تاعو 24 بالزبدة ورشوه بالطحين ونحيدو فائض الطحين، نديرو فيه خليط الكيك، نضربو المول مع سطح العمل باش يتقاد لينا، ولا كانوا شي فقاعات تاع الهواء يخرجوا. نديروا المول على مقلاة تكون غليظة شوية باش يكون توزيع الحرارة متساوي، بواحد سكين نديروا واحد جوج ثلاثة دورات بحال هكذا باش يطلع مقاد ويتشقق لينا مقاد. بالنسبه للفران تندخلوا الكيك تاعنا في الفران نطيب حطوه في الرف الوسطاني. الفران بالاول تيكون بارد، تنشعلوه غير من التحت نخليه حتى ينضج ويطلع وتعطي ريحته، ديك الساعه تنشوفو الا خاصو نزيدو نحمروه شويه من الوجه تاعو تنشعلو شويه الفوق. وكيف تشوفوا معايا تكون فيها شق في الوسط
اللي خلاها تحل مقاده وطلع مقاده بفضل داك الخط اللي درنا بالسكين بشكل دائري. من بعد ما تطيب تجي على هذا الشكل. قلبوها غير شويه تجي عاليه تبارك الله ومفشفشه كيف تشوفوا معايا. نخليوها حتى تبرد عاد نزينوها ونقطعوها حسب الذوق. بعد ما تبرد تنزينوها حسب الذوق. انا غنكتفي بشويه سكر كلاصي، ضروري حتى تبرد عاد ديروا السكر كلاصي باش ما يتميهش. بسم الله. هانتوما كيفاش يجي الكيك تاعنا، رائع مهوي غزال حشيش لذيذ ولا اروع، خفيف واللذة ما نعاود لكمش، مذاق اللوز والقرقاع والكاكاو. وهكذا جميع حلويات دوازتاي تيمكن لينا الى بقات لينا ديروها في الكيك تاعنا بنفس الطريقه. وهكذا تنوصلوا نديروا كيك عائلي بمذاق فريد من نوعه. فإلا عجبتكم الوصفه جربوها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارطاج واللايك ووضع تعليقات. بارطاجيو الوصفه مع الاهل والحباب باش تعمل فائده. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناه وشات الشاف لطيفه، تنتقاسم معكم فيها عده وصفات بدون هذا الروبوت. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.